لماذا ندرس التوحيد؟ ويتوحد عاندر وبهاندر. لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على الخلق. يتوحد الله يحق ليش الله يحق خلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى. الله هو يقلرن بهاندو إذ ويتم عبادته. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله وتا عبادة قبل ديشدات توحيد توحيد ثاني بي. لا يدخل الجنة إلا موحد. يلزمني شو تسعة شو يعيروات موحد بي. وقد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ تعمو يقاتر الله موحد وي. تقول نعم أنا موحد. أي الدعاء بوخ وسو موحد. يقول لك ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ أعيدوش دو توحيد هو دو يتوحد هو بوك دو يخواتر دو توحيد. إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. تاق حوني خاء توحيد هو دو تاق موحد خلقه. وإذا لم تعرف التوحيد تاق حوني توحيد سخاء نقول هذه شهادة زور. تاق إذا خرت ويوعيوش شك. ثم قد يسألك أيضا تاق خاتر دو توحيد يقول هل أنت مشرك؟ حمشرك وي. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. أعير منذ بوغ أعوذ بالله صموات مشرك. يقول ما هو هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ أخوني الله وحرم دين دول الشرك هو بوغ دو الخاطر دو توحيك. إذا كنت لا تعرفه تحوني خوش تاتح فنقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. أخلتر لهم بوغ دوق شرك دين حون خأت سخوش. إذن أهم شيء هو تعلم التوحيد. أخوني لون خأله حكم ثاني أقر كرت ما توحيد عام دردو. وتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. إيش شرك عام دردو؟ ويتوقي ويشرك تده